فتح مخك لفته وركز معايا قوي. انت هتلعب معانا ببجي، كل اللي عليك تعمله لما تلاقي حد بيقول هيل بتروح تعمله ريفيل. بس كده عيوني ليك تضرب؟ لا يا جدع انت تعرف يعني ايه ريفيف؟ اروح امك والاله ما اعرف. امال ايه عيونك لنا دي يا جدعان؟ سيبونا فجروا. بس يا جدع انت ما تفجروش، والقران لو ما ركزت هنسيبه على ايه؟ ركز يا عم. اسمعنا زفت الطين، لو حصل وتلاقيت كار وسكوب 8 تديهم لي عشان انا بعرف اوقع من بعيد. المهم تبعتها في الدنيا.